النادي الاهلي ده حياه يا استاذ يعقوب. الحمد لله رب العالمين يا رب تستمر دايما يعني. بتميز النادي الاهلي الترابط بالحب اللي موجود. اللي بيشز عن الموضوع دوت يكون له انتماء حتى النادي اللي بيشز بيبان للناس كلها، لكن الترابط والحب ده هو ده السبب الرئيسي في اي انجازات وفي اي توفيق من الله سبحانه وتعالى، لانه عارف صدق مشاعر المجموعه دي او مجموعه العمل دي او مجموعه الحب دي.